30 فما فوق والتشوهات الخلقية بعد لها نسبة معينة. هي بس لو واحد حيوان منوي نفذ ولقح البيضة هذه وحملت. ما نبي من الملايين شيء، بس انها قليل اللي تدخل وقليل اللي انها تتحرك وهكذا. لك واحد حيوان منوي. سبحان الله. انا جالي قبل 5 سنوات اول ما بدأت في ذرية زوجة لهم 12 سنة وهم يسوون أطفال أنابيب. أيوة. تتعرفون أن المشكلة عندنا في البلد هذه السمنة. إحنا ثالث بلد في العالم. السمنة تؤثر يا دكتور؟ نعم. السمنة تؤدي. ركزون على الأشياء المؤثرة عشان الناس تنتبه نفسها. والسمنة تؤدي إلى تكيس أيوة. المبايض. تكيس المبايض طبعا يعني معذره في الرجل والمراه لا لا لا, لا 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 ما ادري عن الرجل في الرجل نعم نعم السمنه والبدانه لها دور نعم, نعم طيب. فبالنسبه للمراه يعني تؤدي الى تكيس المبايض. 70% من الناس اللي عندهم تكيس مبايض عندهم سمنه 30% نحاف عاديين زي الناس العاديين او اقل. وهذا غالبا يكونون وراثه في العائله. المهم هذه المرأة أقول لك لها 12 سنة وهي تحاول أطفالنا كل سنة تسوي واحدة، ما هي بقادرة إن مادياً أظنها تسوي أكثر من مرة أو مرتين في السنة. فجت لأمي وعمرها 39 سنة. عفوا دكتور مكلف حق الأنابيب هذا سعره؟ والله أظن حول 12500 هذه بس العملية غير المنشطات وغير التحاليل السابقه التحاليل وما الشغلات هذه يمكن تصل لها 15-17 ألف. فالمهم انها يعني عمرها 39 سوت اشعه بالصبغه وما عندها الا انبوب واحد سليم والباقي او الثاني مسكر. زوجها عنده حيوانات منويه يعني ضعيف جدا جدا حوالي 3 مليون وثلاثة أرباع مشوهة وحركة يعني. فأنا كنت مضطر أني أسوي لها أطفال أنابيب للمرة 13. سبحان الله. إي والله بس أنا عرفت أنها عندها تكيس. أنا طبيعتي أنصح المريضة بحاجتين تنزل وزنها. تنزل وزن له دور في الشغلة هذه. ثاني شيء استعمل دواء اسمه الجلوكوفاج هذا منظم للسكر. ليش حنا نستعمل للناس اللي عندهم تكيس؟ لأن الناس اللي عندهم تكيس يكون الإنسولين مرتفع فحنا ننزل هذا لأن يكون مقاومة للإنسولين. هذا عكس المقاومة هذه يقلل من المقاومة فيصير عندها إباضة بانتظام. فمعظم الناس اللي عندهم ذا ما يصير عندهم انتظام في الإباضة. ونوعية البويضة خلقية ما هي بزينة ما تتلقح بزين. تجد أن الناس العاديين لما نعطيهم جرعة معينة يطلع عندهم 8-10 بويضات ومعظمهم تتلقح. الناس اللي عندهم تكيس نعطيهم نص الجرعة ويطلع عندهم 20-30-40 بويضة ما يتلقح منها 3-4 بويضات. هذا يدل على أن نوعيتها ما هي بزينة. أنا قلت لها خذ لك 2-3 شهور نزلي وزنها. وزنها كان شوي زايد واستعمل الدواء هذا وتعالوا عاد نسوي لكم أطفالنا. والله أنها بعد 2 شهور جت. أيوة. حامل. لا إله إلا الله. بعد 12 سنة وعمرها 39 وقلت لك زوجها يعني أنا مضطر على أساس زوجها وعلى السنوات اللي مضت يعني عمرها 39 هي صغيرة. كملت معاي وسوينا لها قيصرية وولدت مولود ولله الحمد. فالمهم أنها بعدها بسنة سبحان الله العظيم حملت هي من نفسها لأنها عرفت القصة. سبحان الله. نزلت استمرت بتنزيل الوزن واستعملت هذا وحملت ولكن للأسف يعني ما كتب الله أنها أجهضت سبحان الله العظيم. لكن هذا شف سبحان الله هي المسألة أنا مضطر إني بسوي لها لأني بس إني نصحتها بحاجة واحدة على أساس تنزيل الوزن لأني عرفت إن عندها تكيس. وكل مرة يسوي لها أطفال أنابيب ما يطلع عندها بيضات زينات ما تتلقح. هذا الفشل يعني المسألة هي يعني لما إنك تأخذ المعلومات كافية. بعض النسوان مثلا لما تسألهم أسئلة دقيقة شوي
يستغربون ليش تسأل الأسئلة هذه. أيه. عشان تشخص تعرف وش السبب الرئيسي. معظم الناس مكتوب عليه مثلا يقول لك والله انه غير معروف السبب. هل معروف انت لما لو تدقق وتاخذ معلوماتك عرفت ان السبب لا شك. الدكتور التهيئة النفسية مهمة للمريض او المحتاج؟ والله لا ما هو للحد ذا ما لا ما تدخل فيها. لا لكن كي ينهار نفسيا بعضهم مثلا مر على 10 سنوات 15 سنة تلقى يبكي تلقى حزين يعتزل الناس بسبب ذرية ظروف العائلة والمجتمعية اللي الناس ظروفهم تأثر عليهم أكثر من يعني تلقى لهم منبوذين من النوم تلقاهم. بس هو مشكلة بعض الناس يجي مستعجل يبي يسوي سرعة وبس بسرعة يفكر إن الدكتور إنه على كل شيء قديم. ما بعرف يا أخي الله أيوه. سبحانه وتعالى عطل شو اسمه فرصة لا ربما إنه تتحمل طبيعي. أبو عبد العزيز يا أخي تعال هنا. أبو عبد العزيز تعال عطنا وجه وش تطبخون اليوم. تعال سولف لنا شوي تعال